بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنستكمل مع بعض تصميم الأعمدة على برنامج الإكسل. هنطلع الرياكشنز بتاعة الأعمدة من برنامج الساب بتاع البلاط السوليد سلاب اللي خلصناها في الحلقة اللي فاتت. أول خطوة ندخل على برنامج الساب وعملنا أوبن للملف اللي كنا شغالين عليه. الرياكشنز بتاعة الأعمدة ممكن نظهرها في 3 دايمنشن من Display Show Forces و Stresses. نجيب الجوينتس الحالة الالتيميت اللي كنا عملناها، نعمل اوكي. ظهرت عندي الرياكشن على كل سبورت. ممكن نختار السبورتس ديت كلها ونعمل لها جروب، بحيث في اي وقت انا عايز اختارها لوحدها اختارها، يبقى سهل ان انا اختارها. ممكن نختارها في الاكس واي بلان ديت، النقط اللي عندها الركائز. نقول له هنا assign to group، نعمل add new group. الجروب دي هنسميها وليكن supports، نعمل اوكي. بحيث في اي وقت لو انا عايز اختار supports ديت بسرعة اجيبها من قائمة select groups، يختار لي الجروب اللي انا عايزها supports. اوكي، يختار لي كل الاعمدة اللي انا انتهى جوه الجروب اللي اسمها سبورتس دي، بحيث في اي وقت لو انا عايز اجيب الاعمده واعمل عليها اي اجراءات عندي في المساله يبقى سهل ان انا اختارها. ممكن نعمل الجروب ديت والقفل مقفول او القفل مفتوح، مفيش مشكله فيها. بعد كده عايز اغير الليبلز بتاعه النقط دي، لان النقط بتاعه الجوينتس لو انا عايز اظهرها من علامه الصح الصغيره ديت، نجيب الجوينت ليبلز. اوكي، في عندي ارقام كتيره جدا والأعمدة مش مترقمة ترقيم من 1 2 3، يعني الأعمدة داخلة ضمن ترقيم النقط دي كلها وهتوه في وسطه. فأنا عايز أظهر أرقام النقط بتاعة السبورتس بحاجة مختلفة، فإحنا اخترنا أرقام النقط بتاع اخترنا السبورتس بتاعتنا، ونيجي من قائمة Edit Change Label. Change Label مش هتشتغل معايا غير لو فتحت القفل، فلازم قبل ما اعمل تشينج ليبل افتح القفل واجي على قائمه ايديت تشينج ليبلز، ونختار من هنا الليبلز اللي انا عايز اغيرها. هل عايز اغير الاريا ليبلز ولا الفريم ليبلز ولا الجوينت ليبلز؟ اخترت الجوينت ليبلز اللي هي ارقام النقط اللي انا مختارها ديت. البريفكس اللي هو الاسم اللي هيتحط قبل الرقم، وليكن هنسميه كولم او سي، اي اسم اعرف بيه الكولمز بتاعتي او السبورتس بتاعتي هنسميها سي. النكست نمبر هو الرقم اللي هيتحط بعد السي دي على طول، هيبقى سي 1، واللي بعده الانكريمنت بتاعه بواحد، يعني معدل الزياده بواحد، هيبقى سي 1، واللي بعده سي 2، اللي بعده سي 3 وهكذا. يبقى البريفكس ده رقم او حرف او كلمه هتتحط قبل الارقام اللي هي بتاعت العدد. بعد ما اعدل البريفكس اكتب فيه قيمه، وما مش هعدل اي حاجه بعد كده. نيجي من قائمه edit auto relabel ونعمل all in list، يبقى هو كده عدل لي الارقام بتاعه النودز بتاعتي الى سي 1 سي 2 سي 3 لحد سي 14 اللي هم الارقام بتوعي. بعد كده نعمل اوكي. لو انا كنت عملت اوكي من غير ما اعمل edit auto relabel on list ما كانش هيعدل حاجه. اوكي، ادخل على الشاشة الاقي ارقام النقط بتاعة الاعمدة. لو كبرنا على العمود اللي هنا ده كده الاقي اسمه سي 1 وهكذا بقية الاعمدة لحد سي 14. العمود الاخير خالص فوق ده اسمه سي 14. لو عايز اظهر النقط بتاعة الاعمدة بس لوحدها، نختارها من select groups اللي احنا لسه عاملينها دي، ونختار السبورتس بتاعتنا، ونيجي نقول له هنا من قائمة view show selection only، يعني اظهر لي اللي انا مختاره على الشاشة بس واخفي اي حاجه مش مختارها. كده ظهر لي النقط بارقامها سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 سي 7 سي 8. هو بيرتب كده وهو طالع الخط الاولاني، وبعد كده واي يزيد يجيب ارقام زياده وهكذا لحد اخر واي فوق اللي هي سي 14. يعني بيمشي في اتجاه اكس الاول لرقم، وبعدين يخلص اكس يروح جاي طالع على واي اللي بعده وهكذا. كده ارقام النقط ممكن نطبع ديت في ورقه ونخليها عندنا.
بحيث بعد كده ساعة ما اجي اصمم والاقي في الاكسل العمود اللي اسمه C10 دوت طلع مثلا 30 في 70 وتسليحه 10 في 16، يبقى انا هروح جاي عارف كاتب على الورقة دي العمود ده قطعه كذا وتسليحه كذا، يبقى ممكن نطبع ديت ونعينها عندنا بالمحاور بالاعمدة بتاعتها. عايز اصدر الرياكشنز بتاعتها على برنامج الاكسل، نعرضها الاول في تيبل من هنا من قائمة ديسبلاي شو تيبلز، بدل ما اعرض للرياكشن كقيم يعرضها لي كجدول، بدل ما يعرضها لي كاسهم يعرضها لي في جدول. لكن للاسف انا كمني لسه ما حلتش تاني، كمني فتحت الحل ولسه ما حلتش تاني، المفروض انه مش هيطلع لي نتائج، مش مديني غير الموديل ديفينيشن بس، الحاجات اللي هي الانبوتس المدخلات. فانا هعمل كانسل ونحل، نعمل ران. بعد ما حليت وخلصت اجي من قائمة display show tables، هلاقي بدل ما كان في model definition بس، في model definition وفي analysis results، في نتائج ظهرت اهي. الanalysis results نختار منها النتائج بتاعت الجوينتس، joint output في موجب كده ضغطنا عليه نزل لي displacement وreaction وماسز. نيجي على الreactions ونختار من جوينت رياكشنز التيبل بتاعها، ومن هنا نختار سيلكت اناليسيس كيس، نضغط عليها نختار الحاله اللي انا عايز اطبعها او اطلعها في تيبل، في ديد وفي لايف وفي التيميت، نختار التيميت وبعدين نعمل هنا اوكي، يروح جاي مطلع لي تيبل في الاعمده اللي عندي السبورتس بتاعتي اهي من C1 لحد C14، هم ال 14 عمود. الكيس بتاعتي التيميت وديت عبارة عن كومباينيشن، تركيبة من ديد واللايف مضروبين في 1.5 زي ما عملناها المرة اللي فاتت. والاف 1 والاف 2 ديت الرياكشن في اتجاه اكس وواي، دول بصفار لان مفيش عندي احمال في اتجاه الافقي، الاحمال كلها في اتجاه زد اللي هو المحور 3، الرياكشن بتاعي في اتجاه 3. والسبورتس بتاعتي كمنها كلها هنجات، فمفيش عندي اي مومنتس عندي. انا مش عايز اطبع دول، انا عايز اطبع جدول بس عبارة عن عمودين، الجوينت تكست اللي هي اسم العمود والاف 3 اللي هو الرياكشن بتاع الدور للعمود ده. فهاجي هنا على الفورمات، نضغط على فورمات واقول له الحاجات البرنتد دي كلها التسع خانات اللي هو التسع اعمده اللي انت هتطبعهم لي دول، انا مش عايز منهم غير الجوينت نيم والاف 3 بس. فهاجي على الاوت بوت كيس اضغط عليها دبل كليك فتختفي، تقول لي نوت برنتد، وهكذا اي حاجه مش عايزها تظهر في التيبل ده تيجي تضغط عليها دبل كليك كده، ما يظهرليش عندي غير الجوينت والاف 3 اسم النقطه وحملها او الرياكشن بتاعها. نعمل اوكي، ما نلاقيش هنا غير عمودين، نقول له هنا صدر لي العمودين دول على الاكسل من فايل اكسبورت كارنت تيبل تو اكسل، راح جاي مصدر لي الرياكشنز ديت على برنامج اكسل فتحهولي. بس لازم يبقى انا عامل سيت اب عندي على البرنامج لمجموعه الاوفيس، يعني اكسل وورد وهكذا، لازم يكون الاكسل معمول لي سيت اب عندي. طلع جدول الاكسل جاي لي التيبل جوينت رياكشن، اسم التيبل ده ايه، وديت الجوينت تكست بتاع الجوينت نيم، وديت الاف 3 اللي هي قيمتها بالطن اللي هي الرياكشن لكل دور بالطن او كذا طن. بعد ما خلصت التيبل ده انا عايز ابرمج الخلايا ان انا اصمم بها الاعمده. هنسمي وليكن التيبل ده ديزاين اوف كولم، بدل جوينت رياكشنز ديزاين اوف كولم، نكتب بدل التيبل جوينت رياكشن ده نعمل هنا ديزاين اوف كولمز. ممكن نخلي الخلايا ديت كده، نختارها الخلايا دي كلها مدمجه في هنا ميرج اند سنتر اللي هو دمج وتوسيط، يدمج الخلايا من A لحد O دمج دمجناها. وممكن نكبر لها الفونت بتاعها شويه، بدل 10 نخليها 18 او 24، يبقى ده كده عنوان التيبل بتاعي او الفايل بتاع تصميم الاعمده. الجوينت بدل ما هي اسمها جوينت هنسميها كولم، والتكست هنسميه نيم مثلا، يبقى ده الكولم نيم او الكولم نمبر. الاف 3 هنسميها الرياكشن الالتيميت لكل فلور، ده اللي طالع من البرنامج. النقفيات الصغيره عليها ممكن نشد دي العمود ده شويه كده نوسع له مكان، والقيمه بتاعتها الوحده بتاعتها بالطن،
دول كده العمودين اللي انا جبتهم من الساب. بعد كده عايزين نبرمج الخليه اللي بعدها، العمود اللي بعده ده عايزين نخليه البرنامج يحسب لي فيه البي التيميت توتال، التوتال لود اللي هينزل على العمود بالطن، قيمته بالطن قد ايه. المفروض ان القيمه دي تبقى بتساوي القيمه ديت في عدد الادوار في 1.1 زي ما هنشوفها كده. البي التيميت اللي هو الحمل بتاع العمود التوتال يساوي الرياكشن اللي جاي من الساب بتاع الدور الواحد اللي هو الالتيميت في النمبر اوف فلورز في عدد في 1.1 عدد الادوار في 1.1 1.1 عشان ناخد معانا وزن العمود في الاعتبار، لان انا حاطط العمود في الساب جوينت وما حطيتلوش اي حمل. ندخل على برنامج الاكسل نقول والله الخليه ديت اكتب فيها تساوي، انا عايز ابرمجها اقول يساوي الرياكشن ده اللي جنبه ده او راح جاي لاقط النقطه دي او لاقط الخليه دي مضروبه في من الكيبورد في عدد الادوار، وليكن انا بصمم منشا الاعمده بتاعته هتشيل 7 ادوار في 1.1 ونضغط انتر يروح جاي حاسب لي التوتال لود بتاع العمود ده في 7 ادوار كله. علشان نطبق ده على بقيه الخلايا اللي تحت دي ممكن لو ضغطنا دبل كليك على النقطة السوداء اللي ظاهرة لي ديت دبل كليك عليها بالماوس يحسب لي لكل الأعمدة اللي تحت زي ما حسب بالنسبة للعمود اللي هو C1. يعني لو أنا ضغطت على الخلية ديت كده ألاقي مكتوب فوق مكتوب إن الخلية دي تساوي B17 في 7 في 1.1 تمام، والخلية ديت برضو مكتوب فوق هنا كام B11 في 7 في 1.1 يعني ديت B11 في 7 في 1.1. زي ما عملت في الخلية الأولانية اللي هي C4 ديت قلت إنها بتساوي B4 في عدد الأدوار 7 في 1.1 هو طبق على كل الخلايا اللي تحتها، فده هيريحني بدل ما أصمم كل عمود لوحده هنصمم الأعمدة كلها مرة واحدة، بعمل دبل كليك على أول نقطة سوداء عملتها فوق. بعد ما طلعت البي التيميت هنطلع بعد كده الاريا كونكريت. الاريا كونكريت وليكن وحدتها هنشتغل بالسنتيمتر المربع، الاريا كونكريت ديت المفروض انها تساوي من المعادله بتاعه التايت كولم اللي موجوده في الكود المصري، في عندي معادله بتقول ان البي التيميت في 1000 اللي هو الحمل بالكيلو جرام، يبقى هو الحمل عندي من الساب بالطن ضربناه في 1000 بقى بالكيلو جرام بيساوي 35% اف سيو في الاريا كونكريت زائد 67% اف ييلد في الاريا ستيل. لو فرضنا ان الاريا ستيل 1% اريا كونكريت وعوضنا في المعادله ديت وفرضنا الاف سيو ب 250 والاف ييلد بتاعتي ب 3600 كيلو جرام على سنتيمتر مربع وحدتنا كلها كيلو جرام وسنتي، هنعوض في المعادله دي هنطلع الاريا كونكريت تساوي البي التيميت اللي بره ديت بي التيميت في 1000 على افتح قوس كبير وحط فيه الحاجات اللي جوه ديت اللي هي 35% اف سيوب 250 زائد 67% اف يد ب 3600 في الاريا ستيل اللي هي 1% والاريا كونكريت خدناها مشترك وطلعناها بره، طلعنا الاريا كونكريت تساوي من المعادله ديت القيمه اللي مكتوبه قدامنا دي. المفروض ان انا هاخد المعادله دي واكتبها على برنامج الاكسل علشان يحسب لي من الحمل يطلع لي الاريا كونكريت. نفتح كده الباوربوينت جنب الاكسل عشان نشوف المعادله هنكتبها ازاي. هنا الخلية ديت اللي هي الاريا كونكريت المفروض اكتب فيها تساوي الحمل ده البي التيميت مضروب في 1000 على نفتح قوس من الكيبورد، فتحنا القوس نكتب جواه الكلام ده اللي هو 35% ده كونستنت في 250 اللي هي الاف سيو زائد 67% في
3600 في 1 من 100، زي ما احنا عارفين ان الاريا ستيل بتاعت الاعمدة التايت كولمز لا تقل عن 8 من 1000 اريا كونكريت، احنا افترضناها انها 1 من 100. لو ضغطت انتر كده يقوم حاسب لي الاريا كونكريت ريكوايرد بتاعت العمود ده 876 سنتيمتر مربع. لو ضغطنا دبل كليك على النقطة ديت ينزلني لحد اخر صف فيه ارقام ويبدأ يحسب لكل الاعمدة الاريا كونكريت. بعد ما خلصنا الاريا كونكريت هنعمل هنا عمود للبي، البي بتاعت الكولم بالسنتيمتر انا هفرضها وليكن 25 سنتي، وده كونستانت اللي هو عرض العمود، وننزله لحد تحت ان انا اشد النقطة السوداء لحد تحت، او لو رجعنا عملنا اندو وضغطنا دبل كليك برضو هتنزل هي لوحدها لحد تحت. فرضنا البي 25 ودي كونستانت لكل الاعمدة، مثلا نطلع من هنا بقى التي اللي هي التخانة بتاعة الاعمدة بالسنتيمتر. المفروض ان التخانة بتساوي الاريا كونكريت على البي، تي بتساوي اريا كونكريت على بي، فهنقول هنا دي تساوي اريا كونكريت على بي انتر، ونضغط على دي دبل كليك يجيب لي هنا في اعمده 35 سنتي واعمده 67 سنتي واعمده 19 سنتي واعمده 100 سنتي. الكلام ده ما ينفعش، انا عايز الاعمده كلها على الاقل تكون من مضاعفات الخمسه، يعني ال 35 وشويه دي خليها 40، وال 67 خليها 70، وال 20 ونص ديت ولا ال 20 و9 من 10 ما تنفعش، ما فيش عمود 20 سم 25 في 7 ادوار، ما فيش عمود 25 في 20. فانا عايز اخلي البرنامج يطلع لي على الاقل تخانه اي عمود 40 سم بحيث تكون من مضاعفات الخمسه. طب انا كده عندي حاجتين، عايز اخلي البرنامج لو التخانه طلعت اقل من 40 ياخدها 40، وعايز اخلي البرنامج لو التخانه طلعت ما هياش من مضاعفات الخمسه ياخدها من مضاعفات الخمسه. فانا هستخدم دالتين، داله اسمها سيلينج، سيلينج دي بتطلع المضاعف، بتطلع العدد من مضاعفات رقم انت هتديها له. فانا هروح جاي في الخانه ديت، نمسح ده تاني كده كله، نقول له دي انا عايزها تساوي دي كده، تساوي الماكسيمم اوف، نفتح قوس ماكسيمم ونفتح قوس الماكسيمم بتاع القيم اللي جوه دي. القيمه الاولانيه 40 سم، يبقى ايه في عندنا رقم 40 ما نقلش عنه، وبعدين نعمل كوما اهي موجود عندي هنت اهو عشان يعرفني ازاي هكتب الصيغه بتاعت المعادله. الكوما دي اللي هي حرف الواو في الكيبورد. النمبر الثاني اللي هو التخانه اللي انا هحسبها، التخانه المحسوبه الكالكوليتد، التخانه المحسوبه عايزينها من مضاعفات الخمسه، فنعمل هنا سيلينج، دي داله بتقرب لي سيلينج، وافتح قوس. اول ما افتح قوس يقول له انت دخلت على داله اسمها سيلينج. السيلينج دي ليها اتنين انبوت، ليها مدخلين، ليها عدد وليها مضاعف نمبر وسيجنيفيكانس. النمبر ندخله الاول، هو مسود لك عليه كده اهو. النمبر انت عايز تقرب ايه من مضاعفات الخمسه؟ عايز اقرب التخانه، التخانه اللي هي ايه؟ اللي هي اريا كونكريت على بي كده، هو حسب التخانه. وبعدين خلصنا كده العدد، نعمل كوما دخلني على السيجنيفيكانس، عايز الرقم اللي انت لسه حاسبه ده، الحسبه دي تبقى من مضاعفات من مضاعفات كام؟ من مضاعفات الخمسه، ونقفل القوس بتاع السيلينج. خلص هو كده، طلع بقى دخل على الداله اللي هي ماكسيمم. قال لك عايز تدخل رقم ثالث تحسب الماكسيمم من ال 40 ومن السيلينج ومن رقم ثالث ومن رقم رابع وهكذا. قول له لا انا هقفل القوس بتاع الماكسيمم، تمام، وراح جاي خلص وطلع. لو عملنا هنا انتر يقول لك التخانه ديت كانت 37 وشويه بقت 40. الداله بتلاقيها مكتوبه فوق في الشريط بتاع الدوال اللي انا بدخل فيه الدوال. لو ضغطت دبل كليك على دي ينزل، مفيش بقى حاجه اقل من 40 سم موجود عندي، كان في عمود 20 سم بقى 40 سم اهو، مفيش حاجه 29 و39 و59، كله بقى من مضاعفات الخمسه. اقل عمود عندي بقى 25 في 40 سم. بعد ما طلعت التخانه دي، التخانه اللي هي التخانه اللي تشوزن اللي انا هنفذ عليها،
عايز بعد كده اطلع الاريا ستيل. الاريا ستيل في خانه لوحدها في عمود لوحده اهي بالسنتيمتر المربع. الاريا ستيل دي هي الاكبر من قيمتين، يا اما 1% اريا كونكريت ريكوايرد اللي انا مطلعها من المعادله بتاعت الكود ديت 1% من القيمه دي، او 6 في ال1000 اريا كونكريت تشوزن اللي هي البي في التي تشوزن اللي هي الرقم ده. ما هو 25 في 40 ما بيساويش 876، 25 في 40 ما بيساويش 876، بيساوي 1000. يبقى اذا في مساحه تشوزن هتتنفذ اهي في الطبيعه 25 في 40، وفي مساحه ريكوايرد طالعه هي دي اللي انا كنت عايزها، انا زودت من عندي علشان تبقى ابعاد الاعمده ايه كويسه. فانا هاخد هنا الاريا ستيل نقول يساوي الماكسيمم اوف، نفتح ايه قوس، النمبر الاولاني 1% في اريا كونكريت ديت، ونعمل الكوما وندخل على النمبر الثاني 6 في ال1000 في بي تشوزن في تي تشوزن، نعلم عليها ونقفل القوس. يبقى هو يحسب 1% اريا كونكريت ريكوايرد و6 في ال1000 اريا كونكريت تشوزن، وياخد الماكسيمم منهم يحطهم في الخليه دي، بس بشرط ان انا اعمل يساوي قبل ايه الخليه دي ببرمجه. انتر حسبها، يبقى كده مساحه الحديد 8.7، نضغط عليها دبل كليك ينزلها لي لحد تحت. كده مساحه الحديد هي طلعت لي. بعد ما طلعنا مساحه الحديد نفرض الفاي اللي هو قطر السيخ. هنا الفاي عايزين نكتب فاي، نجيبها من انزرت سيمبل، في هنا ايه رموز خاصه، في هنا الفاي اهو دبل كليك عليه هينزل لي في الخليه. ده الفاي وليكن بالملي. هنفرض ان احنا هنشتغل فاي 16. الفاي 16 يعني تفترض ان هو ثابت، لو ضغطت دبل كليك عليه هينزل لحد اخر خليه تحت. الفاي 16 مساحه السيخ بتاعته 2 سم، بس انا مش عايز ادخل العدد اللي هنا، المفروض ان انا ادخل في الخليه ديت النمبر اوف بارز. النمبر اوف بارز المفروض ان هو بيساوي المساحه بتاعت الحديد اللي هي الاريا ستيل على مساحه السيخ الواحد. مساحه الفاي 16 وليكن 2 سم، فانا عايز اطلع العدد. اقول بقى المساحه دي تساوي 8.7 على 16، لا انا عايز ابرمجها، عايز اقول له ان الخليه دي تساوي جي 4 على اتش 4. دي اتش دي جي 4 وديت هو بيظهر اسمها فوق جي 4، ولو ضغطنا على دي برضو اسمها اتش 4. فانا عايز النمبر اوف بارز بتساوي جي 4 على ايه، على باي على 4 في الاتش 4 تربيع. ما هو ديت الفاي مش الاريا، انا عايز اطلع هنا عدد الاسياخ. يبقى ده بيساوي الاريا ديت على، نفتح قوس، مساحه السيخ. مساحه السيخ قد ايه؟ اللي هي باي، باي ممكن اكتبها 3.14% او اجيبها في داله هنا اسمها باي. باي بنكتب بي اي ونفتح قوس ونقفله. دي كده الباي، الباي نفتح قوس ونقفله، يبقى دي كده اللي هي 3.14%، او تكتبها 3.14% من الكيبورد. يبقى دي كده الباي هو ايه خدها، باي في باي على باي على 4 في الفاي تربيع، لكن الفاي ديت بالملي وانا شغال بالسنتي، فخلاص يبقى في نفتح قوس ديت على 10 ونقفل القوس. يبقى كده انا قسمت الجي 4 اللي هو الاريا ستيل اللي هو الازرق ده على، نفتح قوس كبير، باي على 4 في الفاي بالسنتي بعد ما قسمناها على 10 يبقى بالسنتي. طب تربيع نكتبها ازاي؟ نعمل شيفت 6 اللي هي الهات، ده الاس يعني اس 2، كده هتقال لي ايه الفاي تربيع، ونقفل القوس الكبير خالص. يبقى كده قسمت الاريا ستيل على باي على 4 فاي تربيع، كده طلع لي ايه عدد الاسياخ. عدد الاسياخ هيطلع 4.3، ما ينفعش. لو ضغطنا كده وضغطنا دبل كليك تلاقي في 7 وشويه 9 وشويه وهكذا. طب انا ما ينفعش ما عندي عدد الاسياخ، انا عايز عدد الاسياخ
عدد صحيح وزوجي عشان اعرف ارصه في القطاع المستطيل ده. طيب هنشيل دول الجداد دول ونرجع نعيد برمجة الخلية دي. بدأ بعد ما عملتها مش همسحها وعادها من الاول تاني، ممكن نعدل فيها. فالخلية ديت عايزين نعدل فيها فوق كده، نقول له انا عايز الخلية دي عدد الاسياخ اللي فيها لا يقل عن 4 اسياخ. ما هو المفروض اقل تسليح في اي عمود 4 اسياخ في الاركان، يبقى في كل ركن سيخ عمود مستطيل. فانا عايز اقل حاجة يبقى فيها 4، ولازم يبقى عدد زوجي. فانا عندي دالتين، دالة سيلينج عشان يخلي لي الحاجات من مضاعفات الاتنين تبقى عدد زوجي، ودالة ماكسيمم علشان ياخد لي العدد الاكبر من اللي هتطلعه السيلينج او 4 اسياخ. يبقى نعمل الماكسيمم من بره الاول، ماكسيمم ونفتح قوس. اللي جوه ده عايزين نعمله جوه سيلينج، سيلينج اوف الكلام ده. الكلام ده بعد ما حسبناه وطلع 3 اسياخ وشويه، خلصه خالص. وبعدين نعمل هنا كوما وندخل على السيجنيفيكانس ندخله 2. كده خلصنا السيلينج ونقفل قوس السيلينج. هيطلع لي بقى على ايه؟ هيقلب على داله ماكسيمم. كده انت بيقول لي انت دخلت الرقم الاولاني، اعمل كوما ودخل النمبر الثاني، النمبر الثاني اللي هو 4، ونقفل القوس. يبقى كده هو هيحسب سيلينج للقيمه دي بتاعه الاسياخ، القيمه بتاعه الاسياخ اللي احنا كنا لسه عاملينها من شويه دي، ويخليها من مضاعفات الاثنين، مفيش مشكله. طب افرض طلعت من مضاعفات الاثنين، طلعت سخين بس، ياخد الاكبر من السخين دول او الاربعه اللي انا حاططهم له بره، لان انا عامل له ده كله جوه ده اللي اسمها ماكسيمم. لو ضغطنا انتر كده هنلاقيه حط لي الاسياخ هنا، هي كانت 4 وشويه، ما تنفعش يخليها عدد صحيح تبقى 5، لا يخليها 6 عشان تبقى زوجي. ولو ضغطنا دبل كليك كده ينزل لي عدد الاسياخ كلها دي، كلها فاي 16. هلاحظ مثلا ان هنا العمود ده 25 في 40، مساحه الاسياخ بتاعته 6 سنتي، طلع تسليحه 4 فاي 16. ما ينفعش عمود 25 في 40 فيه 4 اسياخ، لان المسافه في الكود بين الاسياخ في الاعمده لا تزيد عن 25 سنتي. يعني اقل حاجه العمود ال 25 في 40 يتحط فيه 6 اسياخ فاي 12 او فاي 16. فالفاي ديت ممكن نخليها بدل ما هي فاي 16 نخليها فاي 12. هلاقي الاسياخ اكترها صغر، يبقى العدد بتاعي زاد، بس الخليه اللي انا عدلتها بس هي اللي تتعدل. لو ضغطنا دبل كليك على ده وبقى كل الاسياخ فاي 12، هلاقي الاسياخ بتاعتي هنا العدد بتاعها اتعدل، بدل ما هي 4 اسياخ بقت 6 اسياخ، تنفع تتحط في القطاع ال 25 في 40. وهكذا. يبقى انا كده خلصت تصميم الاعمده. طيب انا عايز ارتب الاعمده ديت ترتيب تصاعدي من الاصغر للاكبر، بحيث اعملها في مجموعه نماذج. هنختار الاعمده ديت من الصفوف بتاعتها من بره من هنا، خلاص عشان اختار الصف كله، ونضغط على اسم الصف. وهكذا عشان اختار العمود برضه نضغط على اسم العمود من فوق. الاعمده بتاعتي A B C، الصف بتاعتي 1 2 3. ماليش دعوه باسم الصف، انا ليا دعوه من اول هنا، دي الصفوف كلها الى ما شاء الله. بعد ما اخترت الصفوف عايزين نرتبها من قائمه داتا سورت، من قائمه لو انا بشتغل على الاوفيس عربي، من قائمه بيانات فرز. بيقول لي عايز ترتب حسب انهي عمود؟ انا عايز ارتب ترتيب ابجدي C1 C2 C3. لا، ما هي مترتبه عندي ترتيب ابجدي، انا عايز ارتبها ترتيب حسب الحمل، حسب الار التيميت لكل فلور ده، يعني حسب العمود اللي هو العمود بي، كولم بي، كولم بي اسندنج ولا ديسندنج. اسندنج يعني هترتب تصاعدي، يعني من الاصغر للاكبر. ديسندنج يعني ترتيب تنازلي، يعني من الكبير للصغير. هنسيبها تصاعدي ونعمل اوكي. يبقى هو كده رتب لي الصفوف ديت، بدل ما كان C1 C2 C3 بقت C4 C7 C3 C13 وهكذا. ملوش دعوه بالاسم بتاع العمود، هو له دعوه بالقيمه بتاعت الحمل، بدا من 6 7 8 9 17 لحد اكبر عمود تحت. كده يبقى الاعمده اللي في الاول، وطبعا كل الديزاين بتاعي طلع معايا، ما الصف كله بيطلع فوق والصف الكبير بينزل تحت وهكذا. بقى العمود اللي في الاول ده 25 في 40 وده 25 في 40 وده 25 في 40، دول كلهم نموذج واحد، وده برده 25 في 40 لحد هنا 25 في 40، دول كلهم كده. الاعمده دي كلها هنحط فيها اسياخ
على الأكبر منهم اللي هو 8 فاي 12. يبقى الأعمدة اللي هي 25 في 40 دي هنحط فيها 8 فاي 12. عايزين نعمل لهم نماذج اللي هم الست أعمدة دول ولا السبع أعمدة دول، 1 2 3 4 5 6، دول سبع أعمدة. نخلي الخانة ديت كده اسمها نموذج، ندمجهم مع بعض كده، ندمج الحتتين دول مع بعض ونعمل دمج هنا، ميرج اند سنتر، لو بالعربي اسمها دمج وتوسيط. ونكتب هنا نموذج العمود. نموذج العمود ده ندمج السبع خانات دول مع بعض اللي هم كلهم 40 سنتي دول دمج، ونكتب هنا العمود ده وليكن اسمه عين واحد، وقطاعه هيبقى 40 او 25 في 40. وبعدين نكتب تسليحه وليكن 8 وانزرت سيمبل فاي، ندرجها فاي 6 فاي 12. انا كده خلصت كده، هي مش ظاهره، ممكن نكتبها بالطول يعني راسيا. يعني لو عملنا كليك يمين على الخليه وجبنا فورمات سيل او تنسيق الخليه ديت، وجبنا الالاينمنت اللي هي محاذاة الكتابه، وعدلنا من هنا اتجاه الكتابه بتاعتي من السهم ده راسي كده، وعملنا اوكي، يكتب اه ده عين واحد 25 في 40 8 فاي 12. بالنسبه للنماذج اللي بعد كده، في نموذج هنا 25 في 45، وفي في 50، وفي 60. ممكن نخلي الثلاث نماذج دول برضو مع بعض كده هنا، ندمجهم قدام بعض كده هنا، ونخلي دول نموذج اسمه عين 2، لأن 2 ده قطاعه على الكبير منهم اللي هو 25 في 60، 25 في 60. تسليحه هيبقى على الأكبر منهم اللي هو عدد الأسياخ بتاعته ب 14 سيخ. ندخل هنا تاني ونكتب 14، insert symbol phi اللي هو الكليك عليها phi 16 phi 12. الخلية ديت مربعة، سواء رسمتها حطيت الكتابة أفقي أو رأسي هتلاقيها مش ظاهرة كلها. فالحل إن أدخل وأعمل كليك يمين تنسيق خلايا فورمات سيل، ونسيبها أفقي زي ما هي أو رأسي مش مشكلة. حتى لو سبناها رأسي برضو هتلاقيها إيه، مش مكفية. 14 في 12، فين العين 2 وفين قطاع العمود؟ ندخل كليك يمين تاني فورمات سيل، نسيبها رأسي، بس في حاجة هنا اسمها وراب تكست، يعني اعمل التفاف للنص، يعني اكتب النص، لو ما كفاش السطر انزل واكتب في السطر اللي بعده، لو ما كفاش انزل واكتب في السطر اللي بعده، وهكذا. بالعربي اسمها وراب تكست، اللي هي ديت في الاوفيس العربي هتلاقي اسمها التفاف النص. اوكي، هتلاقي عين 2 25 في 60 14 في 12. بعد كده برضو في هنا قطاع عمود 70 و80 و90، وليكن دول هنعمل لهم قطاع لوحدهم اللي هو 25 في 90، وهيصمموا على انهم تسليحهم كله 20 فاي 12. لو انا لقيت ال 20 فاي 12 دول عدد كبير، ممكن نخلي الثلاث اعمده دول فاي 16، ممكن نعدل ده كده فاي 16، بدل ما هو 16 سيخ لو عملت انتر كده هيبقى 10 سيخ، ده برضه فاي 16 وده برضه فاي 16. ميزه الاكسل ان هو اسمه الكترونيك سيلز، يعني خلايا الكترونيه مبرمجه، اي ضغطه في خليه معينه معتمد عليها حاجه بعد كده بتعمل ابديت ليها بعد كده وبتعدل المنتجات بتاعتها عليها. ده برضه هنخليه فاي 16، يبقى ده 14 سيخ. يبقى الثلاث اعمده دول هنخليهم نموذج واحد، ممكن ننسخ لهم الكتابه بتاعتهم من ده، يعني لو ضغطنا عليه دبل كليك كده ونسخنا الكلام بتاعها كنترول سي، وضغطنا هنا كده وضغطنا عملنا كنترول في، وعملنا كليك يمين على دي وفورمات سيل، وعملنا الالاينمنت راسي وخليناها وراب تكست. اوكي، اه ديت اسمها عين 2، لا هنسميها احنا عين 3. و25 في 90 اللي هو اكبر حاجه في النموذج ده، وهيبقى التسليح بتاعها 12 فاي 16. وبعد كده النموذج الصغير ده اللي هو في اخر حاجه الصغيره ديت اللي هو القطاع اللي هو ال 25 في 105،
هنكتب هنا اللي احنا كنا ناسيين ونعمل له ايه بيست ونعدل فورمات سيل وراب تكست ونكتب القطاع ده اسمه عين 4 القطاع بتاعه 25 × 105 وتسليحه 14 × 16 كده انا خلصت نماذج الاعمدة. ممكن برضو القواعد نعملها بنفس الموضوع، القواعد العادية والقواعد المسلحة واي حاجة عايز اصممها على الاكسل بنفس الطريقة، ان اشوف المعادلة بتاعتي انا بصمم بيها مانيوال ازاي وازاي ادخلها للبرنامج، ان انا في اي خلية اعمل يساوي واكتب المعادلة بتاعتي وابدأ اشد النقطة السمراء ديت لحد تحت، بحيث لو انا عندي 100 عمود اصممهم برضو كأني بصمم عمود واحد. بكده نكون انتهينا من شرح تصميم الأعمدة على برنامج الإكسل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.